اهلا بحضراتكم ومساء الخير على الجميع. واخر جمعه في 2023، كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص السنه يعني بتلملم اوراقها الاخيره، ويعني بيفصلنا عن 2024 مجرد ايام. سنة جديدة يا رب تكون كلها خير وسلام على كل الأمة العربية وكل رب العالم. والحقيقة أنه السنة دي يعني قلبنا توجع بما فيه الكفاية، وإحنا خارجين من سنة صعبة علينا كلنا، ذكريات كتير جدا في السنة الصعبة دي على البشرية كلها. يمكن ما لحقناش أصلا ناخد نفسنا من كورونا بلقاحاته بوفياته بكل ما حدث في السنتين الصعبين بتوع كورونا وتداعياتهم على العالم واقتصاديات العالم. دخلنا على الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث الحقيقة يعني فارقة وهمة موجودة في يعني 2023. ويمكن الحدث اللي هز العالم كله ووجعنا إحنا العرب وإحنا المصريين هو الحرب على أخواتنا في غزة، واللي أكيد كل أمنياتنا في السنة الجديدة أنه هذه الحرب الدموية تتوقف، وأنه نبطل نشوف صور الأطفال الأبرياء اللي إحنا بنشوفها وقلوبنا بتتوجع على الصور دي. عمرنا ما اعتدنا المشهد الحقيقة، إحنا طول الوقت كل دعواتنا وقلوبنا وأمنياتنا لغزة ولفلسطين. ويمكن اللي حصل في 7 أكتوبر خلى القضية الفلسطينية ترجع تاني على رأس أولويات كل الدول العربية بعد ما كانت يعني انحادت شوية عن طريقها. لكن الحقيقة أنه الكلام ده ما كانش في الدولة المصرية، دايما الدولة المصرية كانت تتحدث عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وتاخد على عاتقها كل ما يحدث في غزة. يعني لو هنتكلم كده عن 2023 والأحداث اللي حصلت في 2023، والحقيقة أنه السنة دي تستحق لقب الأكثر دموية. إحنا في شهر فبراير كان زلزال تركيا وسوريا، واللي يعني راح ضحايا كتير، يمكن 55,000 شخص راحوا في هذا الزلزال. والموضوع ما وقفش هنا، إحنا رحنا بعد كده للمغرب، ويعني الزلزال الكبير اللي حصل في المغرب ويمكن ده الأقوى في تاريخ المغرب من 1900 تقريبا. وعلى طول الأحداث الصراحة متلاحقة، أرقام قياسية في الكوارث الطبيعية في 2023 والحرب الأهلية في السودان، وده تحديدا كان في أبريل 2023 ولسه مستمرة للأسف الشديد لحد دلوقتي، ودي بسببها اتشرد يمكن 25 مواطن سوداني. وما خلصناش حرب السودان وكان ليبيا وإعصار عنيف شديد جدا في سبتمبر، وشفنا ساعتها إغراق لأحياء كاملة وعوائل بحالها راحت. عشان كده بقول لكم هي سنة وجع القلب الحقيقة، ليبيا الشقيقة، السودان الشقيقة، إخواتنا في غزة، يعني يمكن حدودنا كلها كانت مشتعلة الحقيقة بالمآسي والكوارث الطبيعية السنة دي. ومصر ما تأخرتش أبدا إن هي تساعد إخواتنا في كل حتة رغم أي تحديات إحنا عايشينها زي ما العالم كله عايشها بسبب كل هذه التغيرات اللي بتحصل حوالينا. كان الحقيقة إنه الفارق ويمكن اللي كلنا بقينا بنقوله لبعض طول الوقت إنه ربنا حافظ هذه الأرض الطيبة. كل اللي أنا بكلم حضراتكم وإحنا خرجنا من هذا سالمين، قلوبنا مكسورة وموجوعة، لكن على الأقل واقفين على رجلينا قادرين نواجه كل هذه التحديات ونقدم المساعدة. يعني الدولة لم تتأخر أبدا في تقديم كل المساعدة لكل أشقائنا اللي بيحتاجوها. خلينا نبص مع حضراتكم في الداخل المصري ونشوف بعض المكتسبات اللي حصلت في هذه السنة الصعبة 2023. ولما نشوف الحوار الوطني ونتذكر الحوار الوطني، وده الحوار الوطني الأول من نوعه بالشكل ده، الحقيقة كان يعني حالة مميزة جدا من النقاش اللي أنا كنت بشوف إنه صعب الناس دي تجتمع بمختلف أيديولوجياتها السياسية ويكون هناك فعلا مساحات مشتركة للنقاش ومساحات مشتركة للحلول، مش بس كلام يطرح على طاولات النقاش وبعد كده ما نسمعش عنه حاجة. ويمكن طبعا أكتر حاجة كانت محفزة لكل الناس أنها تقدم اقتراحات وحلول، وشفنا الشباب ودورهم كان كبير، وكل الحقيقة يعني الفصائل كانت ممثلة في هذا الحوار الوطني، هو إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحوار، متابعته المستمرة لمخرجات هذا الحوار، وأنه سيادته قال أن كل اللي في صلاحياته أنه ينفذه من مخرجات هذا الحوار على الفور هيتم. فده كان حافز كبير جدا لكل اللي اشترك في الحوار الوطني. بصفة عامة الحياة السياسية والزخم اللي شافته الحياة السياسية السنة دي شيء كنا في أمس الحاجة ليه
هنا في الداخل المصري، لأن كل ما التحديات تكبر كل ما هتكون البحث عن المساحات المشتركة هي كلمة السر اللي تخلينا نقف في وش التحديات دي ونعديها بإذن الله. كمان شفنا الانتخابات الرئاسية، والحقيقة يعني كان معدل المشاركة يعني مفرح جدا الحقيقة. الفئات كمان اللي كانت متصدرة المشهد، وهنا الشباب، لأنه لما نشوف تمكين للشباب طول السنين اللي فاتت وتأهيل ليهم، لازم نشوف النهاردة الشباب ده هو اللي واقف بيقرر مصيره وبيختار مستقبل وطنه. وهنا كانت الوعي الحقيقة، يعني انه نشوف الناس دي على وعي بكل التحديات الخارجية والداخلية، وبيستحملوا اللي بيحصل وبيستحملوا العواقب الاقتصادية اللي بتحصل، لكن الأمن القومي رقم واحد بالنسبة لهم. ده وعي كبير جدا احنا محتاجينه في هذه المرحلة. بالتأكيد سنة مش صعبة، يعني مش سهلة أبدا طبعا، سنة 2023 وفيها تحديات كتيرة، والحقيقة أنه يعني تحتاج كلام كتير جدا علشان نقوله، لكن يمكن حتى من النقاط المضيئة وعلى الناحية التانية من الحياة التقيلة دي، وأنا داخلة زمايلي الزملكاوية هنا بيقولوا لي دي سنة سعد الأهلي 2023 وبيعدوا لي بقى مكاسب الأهلي في السنة دي، لكن أنا يعني بقول لهم هي كل سنة بتاعت الأهلي، إيه الجديد؟ مش مشكلة، كانوا عايزين يحطوا لي شريطين حمر هنا بس عدت. يعني الحقيقة إن إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نستقبل السنة الجديدة بروح مليانة تفاؤل، وأمنياتنا يا رب للجميع بالخير. وكل ما الدنيا بتصعب كل ما الحقيقة إنه يعني ما هو ما فيش حد عايش سعيد على طول، أكيد السنين هيجي فيها حلو ومر، لكن إن إحنا ندعم بعض أكتر أسريا وأصدقاء، ودايما نحمد ربنا على نعمة الستر والصحة طول الوقت، وربنا دايما يحفظ هذا الشعب وهذه الأرض الطيبة، ويا رب كل اللي عنده أمنيات تتحقق في 2024 ويشتغل عليها وعلى نفسه أكتر. سيب حضراتكم مع فاصل ومستمرين في حلقتنا، كل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بنتكلم دلوقتي عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودي اللي بتتصدر المشهد في 2024، ويمكن مسألة استبعاد ترامب من الرئيس السابق للولايات المتحدة من الانتخابات القادمة دي مسألة يعني في غاية الأهمية يتابعها الجميع، لأنه كمان في ولاية تانية بعد كولورادو استبعدت ترامب من انتخابات الرئاسة، وحملته بترد أنهم هيطعنوا رغم أنه كان كولورادو ده بقانون من المحكمة، وده كان له علاقة باشتراكه في مظاهرات أو تمرد، وأنه ده لا يجوز قانونا. خلينا كده نعرف مع حضراتكم، احنا طبعا لسه بنتكلم دلوقتي على الانتخابات التمهيدية بتاعت الحزب الجمهوري للمشاركين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن هذا الموضوع بالتفصيل. بينضم لنا على التليفون المحلل السياسي أحمد محارم. مساء الخير على حضرتك، ولأي مدى ما يحدث يعني يمكن أن يحدد مصير ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهل مسألة ترامب ومسألة كولورادو ولاية كولورادو ومن بعدها من وعدم دخول ترامب للانتخابات التمهيدية هناك يحسم وجود ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي القادم؟ مساء الخير، التحية والتقدير لكم وللسادة المشاهدين. نحن في أمريكا أمام رؤية ضبابية. أمريكا الآن غير أمريكا التي تعودنا عليها سابقا. لما نقارن ما بين موقف رئيسين، رئيس حالي بايدن ورئيس سابق ترامب، وكلاهما متعطش أن يكون موجود على الساحة في الانتخابات القادمة 2024. بايدن بالمقارنة بترامب في النقاط، ترامب يتفوق عليه ب 44 نقطة مقابل ان بايدن 40 فقط. شعبية بايدن متدنية، يعني 38% بس او 39%. لكن خلينا نشوف الاحداث اللي حصل في حجز في غزة عملت ايه. عملت استطلاعات رأي بتقول ان الامريكان عموما ديمقراطيين وجمهوريين، 65% منهم مش عايزين حرب، ضد الحرب. 85% من الديمقراطيين اللي هم بايدن مش عايزين حرب، ضد الحرب. 70% من الشباب رافض لإعادة بايدن. فإحنا أمام يعني تشكيلة جديدة جدا من الداخل الأمريكي. لأول مرة نسمع عن أن يكون في رئيس سابق عنده محاكمات اللي هو ترامب، وممنوع من خلال ولايتين مين وولاية كولورادو أن يكون على قائمة المرشحين. احنا مش عارفين نقول هل الدستور يسمح بأن يكون احنا بلد فيدرالي 50 دولة 50 ولاية، هل ممكن أن تستقل ولاية أو ولايتين بالرأس؟ ده كلام جديد لسه ما نقدرش نخوض فيه، ولكن
نقدر نقول بايدن بيتهم انه ادخل 8 مليون لاجئ من الحدود من ناحيه المكسيك. وجهه النظر دي بالتمام تختلف عن وجهه نظر الرئيس الاسبق ترامب اللي هو صرف مليارات الدولارات على انه يبني السور اللي هيعزل ما بين الحدود المكسيكيه والحدود الامريكيه. وجهه النظر الديمقراطيه والجمهوريه. ده صحيح. لا هل 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 الصراع اللي حصل ما بين الرئيسين السابق والحالي ان بايدن هيتفتح تحقيق موضوع العزل impeachment، هل النواب الاغلبيه مجلس النواب الاغلبيه جمهوريين في المجلس هيعملوا عزل له؟ هل يحاكم في مجلس الشيوخ المفروض ان يكون فيه 17 صوت من الديمقراطيين؟ يعني في صراع ما بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري. لكن نرجع نقول لترامب الاجراءات يا استاذ احمد اللي تحسم هذا الصراع، لانه احنا خلاص على مشارف الانتخابات. اجمالا احنا نقول الحزب الديمقراطي في ورطه، ودي اهم حاجه، لانه لا يغامر ان يجيب حد بديل بايدن ينزل الانتخابات. وفي نفس الوقت بايدن بتلاحقه انه شخص بلغ من العمر 80 عام، عنده شويه حاجات نسيان وزهايمر، عنده مشكله الحرب اللي بدات في غزه والدعم الغير مسبوق من امريكا لاسرائيل، الداخل الامريكي يعترض عليها تماما. نقدر نقول ترامب بيتكلم من الناحيه الثانيه، بيقول انا لو كنت موجود كنت اعمل ومش موجود بايدن. انا يعني فالحقيقه في يعني تقدر تقولي اول مره ان يحدث في الداخل الامريكي يكون رئيس سابق عنده استعداد انه يرجع للسلطه، ورئيس حالي ظروفه تسمح له او لا تسمح. فاحنا امام زخم جديد على الشعب الامريكي، وحتى العالم كمان بيراقب هذه الانتخابات، تختلف تماما عن اي انتخابات سابقه. حربين في السنتين دول حصلوا، في مارس الجاي هتنتهي عامان من الحرب على اوكرانيا، وثلاث شهور على الحرب في غزه، كلاهما امريكا انغمست فيهم بشكل صحيح. الاولى في اوكرانيا داعمه لحلف، وبالتاكيد يؤثر على المشهد الانتخابي في امريكا بشكل كبير. وبالتالي الشعب الامريكي امام معضله ان هو فين يروح، يمين ولا شمال، يعني نعذر المواطنين الامريكيين. ولكن الحقيقه الظاهره الجديده دلوقتي اللي حصلت مع احداث غزه ان جزء كبير جدا من الشباب الامريكي اللي هو سواء جمهوري او ديمقراطي بدا يفوق من الصدمه، وان مش الاعلام الامريكي اللي عمال بيغذيه بحقائق بس من عين واحده، لا بدات تظهر وجهات نظر معارضه للحكومه وبتقول لامريكا ان انت موديانا في اسلوب ان دي مش دي امريكا اللي العالم بينظر عليها انها واحده ديمقراطيه. في تغيرات هتحصل كتير جدا في الفتره القادمه سواء في الداخل الامريكي او على مستوى العالم. نقدر نقول 7 اكتوبر في غزه كان بدايه صحوه لاستعاده ناس عندهم حقوق مهضومه، وفي نفس الوقت كان العالم بيشوفها بزوايا مختلفه. النهارده رغم العجز عن ان الامم المتحده تقدم ما يمكن ان يقدم من خلال مجلس الامن او الجمعيه العامه والاعتراضات الفيتو، لكن وجد الشعب الامريكي نفسه امام ظاهره ان بلده اصبحت يعني شكلها قدام العالم الحقيقه انها بتدعم اسرائيل بشكل غير مقبول وشكل مفتوح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المحلل السياسي احمد محارم، ويبقى المشهد الانتخابي الامريكي حديث العالم، ويعني في انتظار كل ما يحدث وماذا يقول الشارع الامريكي عن هذه الانتخابات، ويعني امام قضيه ترامب واستبعاده من السباق الرئاسي القادم في الولايات المتحده الامريكيه. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وعلى الناحيه التانيه من العالم. الكوره دايما يعني في كل الاحداث الصعبه اللي احنا بنعيشها، الكوره عالميا وجوه مصر هي اللي بتسعد الناس كلها، ويمكن ده حديث كل الناس ان الكوره بقت المصدر الوحيد تقريبا لسعاده كل الناس، حتى يمكن اللي ما كانش بيتابع كوره بقى بيتابع كوره علشان يعني يفك عن نفسه شويه. فخلينا نتكلم معاكم عن 2023 وتالق اللعيبه في 2023 ووجهه نظر المتخصصين في اللعيبه، وازاي ممكن يكون عندنا كده يعني تشكيله ل 2023، ولو هنختار التشكيله دي هيبقى مين في الفريق. خلينا نشوف النهارده كده معانا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي احمد عصام، عنده تشكيله ل 2023، ولو تقول لنا المنتخب يعني. مساء الخير عليك. مساء النور طبعا عليكي، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينك الكرام. شايف ازاي الموسم الرياضي في 2023 الاول؟ والله الموسم الرياضي في 2023 هو طبعا احمر واهلاوي باكتساح، الاهلي عمل مش كل كده حاجه برضو؟ السنه دي.
هو ابرز حاجه تقريبا السنه دي. الاهلي خد 5 بطولات السنه دي مع مارسيل كولر مدرب الفريق، فتقريبا هو الاهلي مسيطر على كل حاجه، يعني كاس عالم انديه على المستوى الافريقي خد البطوله، هي الحاجه الوحيده اللي تقريبا الاهلي فشل ان هو يحقق فيها والدوري الافريقي، وهي بطوله مستحدثه ودخلت في وسط الموسم مع لخبطه شويه، مع طبعا كاس السوبر الافريقي اللي خسر في بدايه السنه، بس طبعا ان الفريق يخرج سنه 2023 ب5 بطولات ده رقم كبير جدا جدا جدا. الاهلي حقق السنه دي 2 سوبر مصري، حقق كاس مصر، حقق الدوري، حقق دوري ابطال افريقيا، تقريبا هزم كل المنافسين الكبار اللي بينافسوه في القاره الافريقيه ايا يعني كان محليا او قاريا. فطبعا السنه 2023 بالنسبه لمصر والانديه المصريه هي اهلاويه باكتساح. الزمالك طبعا السنه دي ما كانتش موفقه ليه بشكل كبير، شفنا بيراميدز بيخسر نهائيات كتيره جدا، لسه ما حققش اي بطوله من ساعه ما المشروع اتعمل، فالسنه دي اهلاويه. طب شفت فيوتشر ازاي في السوبر بما انها ما كانتش مباراه سهله؟ فيوتشر شفته ازاي في السوبر بما انها ما كانتش مباراه سهله؟ نعم، شفت فيوتشر ازاي في السوبر؟ طبعا فيوتشر فريق مميز جدا ومعاه مدرب مخضرم ولعيبه كمان كلها عندها خبرات. لو جينا نشوف التشكيله بتاعت فيوتشر نفسه هتلاقي لا ان اللعيبه كانت بتلعب في اهلي وزمالك معظمهم قبل كده، ولعيبه كلها مميزه جدا من اول حراسه المرمى جنش هو السبب الرئيسي ان هو يلعبوا نهائي، فهي فرقه مميزه. السنه اللي فاتت فيوتشر برده نفس الكلام، كان مفنش في المربع الذهبي، دلوقتي بيلعب كونفدراليه وخلاص خطوه بالظبط ويتاهل للدور الكاس الكونفدراليه من دور المجموعات. لا فيوتشر مشروع ومش مشروع، لما الناس بتقارنه ساعات بمشروع بيراميدز، لا فيوتشر مش نفس المشروع، فيوتشر مشروع ما اتصرفش عليه المصاريف اللي اتصرفت على مشروع زي بيراميدز، بيراميدز اتصرف عليه من بدايته اتصرف عليه ملايين الجنيهات طبعا والدولارات كمان في مشروع ولعيبه ضخمه جدا، كان بيروح يشتري لعيبه سوبر ستار الاهلي والزمالك نفسهم ما كانوش عارفين يجيبهم، وكان لعيبه بتمشي من الاهلي والزمالك عشان تروح بيراميدز، على عكس فيوتشر. فيوتشر كان بيضم اللعيبه اللي الاهلي والزمالك مش محتاجينهم، اللعيبه الكويسه اللي هم شايفينهم كويسه والاهلي والزمالك مش محتاجينهم، ما كانش بيروح يجيب مدربين مثلا دربوا اهلي او زمالك زي ما بيراميدز كان بيعمل، جابوا قبل كده كابتن حسام حسن، جابوا دلوقتي باتشيكو، لا هم بيجيبوا برضو عندهم فكر معين رايحين بيشتغلوا عليه، وده واضح جدا في مشروعهم ان هم ما صرفوش كتير وبيحققوا نجاحاته من سنه لسنه، هم في تقدم دلوقتي وصلوا فاينل بطوله، وهو على فكره فيوتشر لو جيت سالت اي حد قبل البطوله يقول لك ان هي اهلي وبيراميدز، وكمان الاهلي مش ضامن البطوله، بيراميدز ممكن ياخدها، فان هم يوصلوا للمرحله دي ومش اي فريق بيرجع قدام النادي الاهلي في اي فاينل بالشكل ده، فده يوضح لك ان لا ان هم فريق كبير عندهم لعيبه كمان عندهم طموحات، مش اسماء لا كانوا مفاجاه كبيره في السوبر الصراحه، واداء كان كبير كده، لا بس هم بيستحقوا بصراحه يستحقوا التحيه والاحترام من كل الجماهير. صحيح، ومتعونا يعني طول الماتش الحقيقه، وكان ماتش يليق بالدوري المصري وبالسوبر المصري ان احنا نشوف اللعيبه بتوعنا بالشكل ده في الامارات. طيب عايزين نرجع نتكلم على تشكيله افضل لاعب في 2023 من وجهه نظرك يا احمد. بالظبط، طبعا التشكيله لو هنبتدي ممكن نقول هي تشكيله عام 2023 نبتدي من حراسه المرمى 90% منها اهلي بشكل كبير، وكمان المراكز اللي مش هنلاقي منها لعيبه من الاهلي هنلاقي ان المراكز دي اصلا الاهلي بيعاني منها وبيحاول ان هو يدعمها دلوقتي. طبعا نبتدي محمد الشناوي، مفيش كلام ان محمد الشناوي هو احسن حارس في مصر، هو حارس مصر الاول وفارق بكتير عن الحارس اللي بعد محمد الشناوي، كان من الاسباب الرئيسيه ان الاهلي حقق نجاحات السنه دي، وشفنا كمان مش عايزين كمان يعني نضغط على مصطفى شوبير، امبارح كمان لما الشناوي غاب مصطفى شوبير غلط، مصطفى شوبير حارس مميز جدا بس طبعا لسه ما عندوش الخبرات، لعب كمان ماتش نهائي افريقيا، فالشناوي طبعا من احسن الحراس اللي جم تاريخ مصر اخر 20 سنه، هو احسن حارس بلا منازع دلوقتي في مصر. فنيجي ناحيه اليمين مثلا هنشوف ان محمد هاني بيقدم طبعا استثنائي، احنا كده ابتدينا بقى خط الدفاع محمد هاني. بالظبط، محمد افضل باك يمين محمد هاني، عمل كاس عالم للانديه مميز جدا، كان من اللعيبه ومن اللعيبه اللي اتطورت بشكل كبير جدا، كان بيواجه انتقادات كبيره بس دلوقتي خلاص هو دلوقتي بالنسبه له الاهلي جماهير الاهلي حتى بتثق فيه بشكل كبير. لو جينا على قلبين الدفاع هنتكلم على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم اللي هو بالمناسبه هو تقريبا افضل مدافع في قاره افريقيا بيلعب جوه القاره، محمد عبد المنعم اللي عنده دلوقتي عروض من الدوري السعودي، عروض قويه جدا وبنسبه كبيره لو ما مشيش في يناير هيمشي في اخر السنه هيروح الدوري السعودي. اتمنى ان محمد عبد المنعم يحترف طبعا وهو صغير في احنا كده بنتكلم قلب دفاع، عبد المنعم قلب دفاع
بالظبط، محمد عبد المنعم، وجنبه طبعا علي جبر. علي جبر اللي جنبه بقى علي جبر، عشان بس الناس تبقى ماشيه معانا في التشكيل. يعني علي جبر ناس كتير بتوجه له انتقادات، بس هو عمل موسم مميز مع بيراميدز، عمل سنه مميزه جدا مع بيراميدز. وبالمناسبه المكان ده الاهلي عنده فيه مشكله، ان هو دايما بيبدل ما بين ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، في لعيبه حتى محمد هاني نفسه لعب في المركز ده على مدار السنه. فالمركز ده اصلا الاهلي كمان عنده فيه مشكله. هنيجي ناحيه الباك الشمال، طبعا علي معلول، وعلي معلول مش محتاج ان احنا دلوقتي خلاص حد نتكلم عليه. علي معلول تقريبا هو احنا بنعامله ان هو لعيب مصري. علي معلول احسن باك ليفت تقريبا في الدوري المصري اخر 7-8 سنين من ساعه ما جه النادي الاهلي. علي معلول هو مش بس باك ليفت بالنسبه للاهلي، لا، علي معلول هو بالنسبه له هو حل سحري، ممكن بيغير لهم ماتشات كتيره جدا، ولعيب الناس كلها بتثق فيه، فدي حاجه مهمه جدا. طبعا علي معلول يعني بيمتلك الحلول دائما وفي الوقت المناسب. يعني طب نروح لوسط الملعب بقى، اخترت مين؟ طبعا وسط الملعب نتكلم على مروان عطيه. مروان عطيه وبالمناسبه كان احسن لعيب في الاهلي في بطوله السوبر. مروان عطيه من اللعيبه اللي اكتشفها كولر من ساعه ما اتعاقد مع مروان عطيه، دي كصفقه عاديه جدا بالنسبه للجمهور. الاهلي والزمالك كانوا عايزينه لعيب ممكن يبقى لعيب عادي جاي دكه، لا، مروان عطيه اثبت نفسه ان هو اهم لعيب في خط وسط النادي الاهلي دلوقتي. مروان عطيه بتحطه بتشوف مين هيلعب جنبه، دي حاجه طبعا. مروان عطيه لازم في التشكيله بتاعتك مين يلعب جنب مروان عطيه بقى؟ النادي الاهلي احسن نادي تقريبا دلوقتي في افريقيا، بنتكلم ان هو قدر يثبت نفسه وان هو يلعب على اي حد. طبعا جنب مروان عطيه بنتكلم على وليد الكارتي. وليد الكارتي من احسن لاعب بيراميدز، من احسن اللعيبه الاجانب اللي بتلعب في الدوري المصري، لعيب مميز بشكل كبير جدا، لعيب دايما تلاقي خطوره بيراميدز، مع انه لعيب خط وسط تلاقي خطوره بيراميدز دايما من ناحيته، لعيب بيصنع الفرق لبيراميدز، وكان من اسباب ان بيراميدز يوصل اكثر من نهائي في 2023. لعيب مميز جدا. وبالمناسبه قبل ما يجي بيراميدز كان الاهلي والزمالك كمان بيفاوضوه، فده يوضح ازاي. وكان بيلعب في الوداد، وكان جاب قبل كده بالوداد بطوله افريقيا، وده يوضح ازاي ان ده لعيب مميز جدا وبيصنع الفارق. هو مش جايب اسمه بس، لا، هو جاي وبيلعب معظم الماتشات مع فريق بيراميدز. نيجي بقى بعد كده طبعا في مركز الاهلي حاطين فيه احمد سيد ديو. احمد سيد ديو من اللعيبه طبعا المميزه جدا، احنا يمكن في التشكيله شويه حاطينه في المركز اللي بيلعب دايما معاه فيتوريا، اللي بيلعبه دايما فيتوريا فيه في خط النص. احمد سيد ديو من اللعيبه المميزه جدا اللي ممكن تلعبها في اي مكان. احمد سيد ديو من اللعيبه الجوكر اللي ممكن تحطه في وسط الملعب كثمانيه، تلعبه 10، تلعبه جناح يمين، تلعبه جناح شمال، في بعض الاوقات كمان مع وصوله كان بيلعبه مهاجم. حتى ديزون من تقريبا من احسن 2-3 لعيبه في مصر اخر 2-3 سنين. اداؤه عالمي الحقيقه. نعم، اداؤه عالمي زيزو. طبعا طبعا طبعا، زيزو من اللعيبه المميزه جدا، واللي دايما جمهور الاهلي حتى على السوشيال ميديا بيتكلم ان احنا عايزين لعيب زي زيزو، عايزين زيزو يكون عندنا. قليل جدا طبعا دلوقتي نشوف ان لعيب زي زيزو مثلا في الزمالك، جمهور الزمالك بيعشقه فتره قليله، ولعيب جه من البرتغال ما حدش كان عارفه، دلوقتي هو النجم الاوحد لنادي الزمالك، وطبعا من النجوم منتخب مصر اللي مخليهم في توريا حتى هو بيلعب في نفس مكان محمد صلاح. لا، انا هستفاد منه والعب منه في خط الوسط، ده اللي بيعمله معاه في توريا الفتره اللي فاتت. نيجي بقى للثلاثه الهجوم، نتكلم عن الجناح اليمين بيرسي تاو. بيرسي تاو اللي تقريبا الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسي تاو لازم يمشي. بيرسي تاو عامل عام 2023 اعتقد ان ده ممكن يكون احسن عام في تاريخ بيرسي تاو في مسيرته الكرويه. الراجل اللي لعب في صن داونز، الراجل اللي لعب في بلجيكا، اللي لعب في اكتر من نادي، لا، بيرسي تاو عمل في 2023 اللي تقريبا ما عملوش في حياته كلها. بيرسي تاو كسب القاب كتيره جدا، كسب جوائز فرديه. بيرسي تاو بيعمل مع الاهلي دلوقتي مستويات مميزه جدا. بيرسي تاو ما بقاش يتصاب، الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسي تاو بيلعب مين جنب تاو؟ مين في النص؟ لا، بيرسي تاو دلوقتي خلاص لعيب تاني زي اللي الاهلي تعاقب معاه في البدايه. فطبعا بيرسي تاو من اللعيبه المميزه جدا 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 اللي يستحق ان هو يكون احسن جناح يمين حاليا تقريبا اللي بيلعبوا جوه قاره افريقيا. لو جينا على ناحيه الجناح الشمال، حسين الشحات. حسين الشحات من اللعيبه اللي طورت نفسها كتير، يعني في لعيبه كتيره في النادي الاهلي في الحته دي، وده كمان دور مارسيل كولر. حسين الشحات اللي تقريبا دلوقتي هو احسن جناح شمال في الدوري وفي مصر. حسين الشحات طور نفسه من لعيب برضه بيواجه انتقادات كبيره جدا لدلوقتي جمهور النادي الاهلي لما بيلاقي حسين الشحات مش موجود، فين يا كولر حسين الشحات؟ لا، حسين الشحات بيصنع دايما الفارق، شفنا في كاس العالم للانديه، شفنا كمان في نهائي افريقيا، شفنا في مباريات الدوري. لا، حسين الشحات من اللعيبه المميزه اللي فرضوا على فيتوريا، ما كانش بينضم للمنتخب، فرضوا على رويال فيتوريا ان هو لازم يضمه، ان هو طبعا من احسن الاجنحه في الدوري.
يمكن المفاجاه عندنا شويه في المهاجم، او مش المفاجاه ان دايما المهاجم لما نيجي نشوف السنين اللي فاتت ممكن نقول مين هو احسن مهاجم في الدوري، تقولي اكيد يا في الاهلي يا في الزمالك، او بعد ما بيراميدز المشروع بتاعه اتعمل نقول في بيراميدز. لا دلوقتي المهاجم عندنا مهاجم انجول اسمه مابلولو، هو تقريبا احسن مهاجم في الدوري المصري اخر سنتين، ده في الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت. الاتحاد السكندري واستاذ محمد مصلحي جابوا لعيب ب 35000 دولار بتراب الفلوس زي ما بيقولوا، يخلوه دلوقتي يقول لك انا احنا مش هنبيع مابلولو غير لما يجي لنا عرض ب 3 مليون دولار. مابلولو هو احسن مهاجم في الدوري، ولو نيجي نشوف ان ما ليه مهاجم زي مابلولو، تعال نشوف هتلاقي ان الاهلي والزمالك فين مهاجمين الاهلي والزمالك، وفين اللعيبه اللي اسمها، وحتى بيراميدز نفسه فين المهاجم اللي ممكن نحط في التشكيله المثاليه لعام 2023؟ مش هتلاقي. يمكن محمد شريف عمل كام شهر قبل ما يمشي يروح السعوديه مع الاهلي، دلوقتي ما فيش حد، ناس دلوقتي بتتكلم على مودست، لا مودست يمشي بعد امبارح ما جاب الجول، لا مودست ممكن نديله فرصه. فمش صحيح. هتلاقي ان المركز ده مميز في الاهلي والزمالك وبيراميدز، عشان كده مابلولو فرض نفسه وهو فعلا 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 احسن مهاجم في الدوري خلال السنه. وكده نبقى وصلنا يا احمد لتشكيله افضل 11 لاعب في 2023. ناقد الرياضي احمد عصام، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم للتقرير ده، والنهارده 29 ديسمبر، ودي الذكرى الاولى لوفاه اسطوره كره القدم البرازيليه بيليه، والحقيقه يعني اسطوره حافله ومسيره حافله من الانجازات الرياضيه المميزه جدا اللي ما اعتقدش انه تتكرر اسطوره زي بيليه. ونروح لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا. بما اننا خلاص بنقفل 2023، فخلينا نشوف يعني ايه اللي حصل في الدراما في 2023. ايه اكتر المسلسلات اللي الناس اتفرجت عليها؟ مين الممثلين اللي كانوا بيتابعوهم في المسلسلات دي؟ خلينا نروح نشوف التقرير ده مع الناس ونشوف بيتفرجوا على ايه، ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. عندي في البيت الاولاد بيتفرجوا على زينهم، فده يعتبر المسلسل الاجتماعي اللي احنا مجمعنا كلنا. مسلسل ابو العروسه بتاع سيد رجب وسوسن بدر. ابو العروسه برضو اجتماعي وحلو. دلوقتي حاليا بشوف زينهم وعجبني قوي بصراحه، حلو. جعفر العمده. جعفر العمده. مسلسل بالتو. مسلسل اللعبه بالتو. مسلسل جعفر العمده طبعا. بالتو كان حلو، والمسلسل بتاع احمد امين كان في رمضان. هو وجهه نظر انا احسن ممثل احمد السقا في الاكشن. احمد داوود واسر ياسين يعني ناس مؤثره في العموم. احسن ممثله هلا صدقي، واحسن ممثل محمد رمضان. انا احمد امين وامينه خليل بصراحه. هلا صدقي اجدت في الدور دوت، كان دور قوي ليها. احسن ممثل اسر ياسين، واحسن ممثله نيلي كريم. ممكن نيلي كريم مثلا واساسين. حلو قوي. عصام عمر وامينه خليل. طه دسوقي كان حلو قوي في طول السنه، ومنى زكي كان حلو. ياسمين عبد العزيز احلى ممثله واجمد ممثله. دلوقتي هيبقى معانا عبر زوم الناقده الفنيه دعاء حلمي. دعاء مساء الخير عليكي، ويعني عايزين نعرف كده تقييمك للانتاج الدرامي في 2023، و تقييمك كمان للسوق الدرامي كان عامل ازاي؟ هل كان متنوع؟ هل شمل كل القضايا اللي بتهم البيوت المصريه؟ غير صور معينه كانت موجوده قبل كده في الدراما؟ احكي لنا اكتر عن رايك. مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير استاذه هدير. الحقيقه ان زي ما حضرتك بتقولي فكره التنوع اللي احنا بقالنا اكتر من سنه الحقيقه، يعني بقالنا على مدار اكتر من سيزون، ده متحقق بشكل كبير. بقينا بنروح لقضايا مختلفه، بنروح للوكيشنز مختلفه، بنروح لموضوعات مختلفه. الحقيقه هو ده اللي اخيرا بقينا بنعمله يعني الفتره دي لصناع الدراما كلهم، لانهم فهموا ان مين التارجت اودينس بتاعنا هو الست المصريه، فلازم ارضائها. فعشان كده اغلب القضايا بتلاقيها اجتماعيه، اغلب القضايا بتدور حوالين الست المصريه حتى لو ما كانتش هي البطله، بس هي صانعه ومحركه للاحداث. يعني مش زي من 5 6 سنين كده كنا بنلاقي المواضيع تحس ان هي اغلبها اكشن، اغلبها بتدور عنف في موضوعات مش بتاعتنا. اغلبها يمكن كان عنف. وانت بتتكلمي عن الست المصريه طبعا نفتكر تحت الوصايه، واللي يمكن يعني اتبسط منه كل الناس مش بس الست المصريه، لانه كان بيمس قضيه مهمه جدا بالنسبه للمجتمع المصري كله.
ده حقيقي بالظبط، ده من اكتر المسلسلات اللي مست الناس بشكل كبير جدا، برغم ان هو كان 15 حلقه بس، وده بيقول لنا ان مفيش حاجه اسمها ان عدد الحلقات تبقى حكم او فيصل في جوده العمل. ممكن يبقى 5 حلقات، ممكن يبقى حلقه واحده بس في الاخر قد ايه تبقى مؤثره، زي ما كنا بنشوف زمان السهرات الدراميه. فبالتالي حكايه عدد الحلقات دي ملهاش اي علاقه بمدى نجاح وايصال المسلسل للجمهور المستهدف بتاعه يعني. طيب دعاء، احنا استمتعنا بمسلسلات كتير كانت 15 حلقه، واحنا اعتقد خلاص التحضير للموسم الرمضاني اللي جاي ابتدى، شايفه انه ده ممكن يستمر في نجاحه مساله المسلسلات ال 15 حلقه اللي احنا بنشوف ان هي يعني بتبقى بتوصل الفكره بطريقه لطيفه جدا، وما المسلسل ما بيبقاش طويل، وهل ده ليه علاقه بدخول المنصات في المنافسه ولا ايه؟ ده حقيقي، لان المنصات فرضت الشكل ده. منصات التواصل الاجتماعي عموما انت لما بتلاقي فيديو اكبر من 3 دقائق او 5 دقائق ما بتقدريش تستحملي، وكأن منصات التواصل الاجتماعي اثرت على القدره الاستيعابيه وقدره احتمال الشخص ان هو يقعد يتفرج على مسلسل 30 حلقه او 40 حلقه. لكن ال 15 حلقه او ال 10 حلقات ده الشكل الجديد اللي فرضته وسائل التكنولوجيا الحديثه. في ناس كمان بتنزل بالداونلود المسلسل عشان تتفرج عليه ورا بعضه، فما بقاش فكره نستنى الحلقه. يبقى اذا التكنولوجي فرضت نفسها على صناع الدراما ان هم يتطوعوا ويروحوا لها، فبالتالي بقينا اقرب للجمهور اكتر، وعشان كده الناس بقت بتروح اميل اسرع اكتر لفكره المسلسلات القصيره الحلقات يعني. وده حصل في رمضان اللي فات، كان تقريبا عندنا 4 مسلسلات او 6 مسلسلات كانوا 15 حلقه. السنه الجايه هنشوف ده، اما شركه كبيره زي شركه العدل جروب مثلا انها تقرر السنه الجايه ان نجم كبير زي يحيى الفخراني هيشتغل 15 حلقه، ده كنا مستحيل نشوفه ان نجم يقبل انه يبقى 15 حلقه بس، وشركه كبيره كمان تطرح نفسها في معادله دراميه 15 حلقه فقط. فبالتالي ما بقيناش بنلهث قوي فكره على عدد الحلقات الكبير. بس هو المهم بقى، هل النجوم الكبار، لانه للاسف انتاجيا بقى صعب ان انت تجيبي نجم كبير يعمل 15 حلقه لانه بياخد نفس الاجر او ممكن يقل حاجه بسيطه، فده بقى مرهق انتاجيا بالنسبه لشركات الانتاج، فعشان كده بقى بيروحوا لنجوم الصف الثاني او شباب جداد زي ما شفنا مثلا في مسلسل بالطو، مسلسل ريفو، بيحاولوا يخلقوا جيل جديد من النجوم عشان يقدروا يقبلوا بالشكل الجديد اللي فرضته علينا وسائل التواصل او التكنولوجيا يعني. طب معلش، هي معادله ال 15 حلقه دي صعبه في ايه على نجم كبير انه يحققها يعني؟ هل ده انه بيبقى عايز نفس مرهق الاجر؟ اكتر؟ طيب لا خالص، بالعكس ده اريح له كتير، لكن هو عايز نفس الاجر اللي بياخده هو 30 حلقه، فبالتالي انا كشركه انتاج ما اقدرش اعمل ده، لان مش هيجي لي الاعلانات اللي تغطي لي اللي في ال 15 حلقه دول، فبالتالي بقيت صعب اروح لنجم كبير لانه بيقول لك انا عايز اجري، انا ماليش دعوه هو 15 هو 10، انا اجري زي ما هو. وهي دي الاشكاليه اللي كانوا اتعمل بسببها اتحاد المنتجين، فكره ان نكسر التابو بتاع النجوم اللي بيملوا شروطهم، اللي شويه بيتحكموا في شكل العمليه الانتاجيه، في شكل الدراما، لان بره لما بتتفرجي على اي مسلسل زي سكواد جيم او بريكنج باد انت ما بتعرفيش مين النجوم، انت ما بتعرفيش مين اسم البطل، انت المحتوى هو اللي بيخليكي تروحي تتفرجي على اعمال ممكن تبقيش فاهمه لغتها، بس المحتوى غطى وخرج بره الاطار بتاع الدوله اللي هو انتجته يعني، بقى عالمي. فبالتالي فكره اسطوره النجم دي لازم تتكسر، لان مفيش صناعه قائمه على نجوم اثبتت فشلها في هوليوود، فبقينا بقى نشوف الافلام العالميه الكبيره بتبقى لابطال شباب جداد. المهم الفيصل هو جودة العمل بغض النظر مين النجم. إذن ده تغيير في قوانين يعني السوق الدرامي بشكل كبير، واعتماد على الشباب، وأعتقد ده أثبت نجاحه في مسلسلات زي بالطو وريفو أنت كنت بتتكلمي عنهم، ونجحوا بشكل كبير يا دعاء. ده حقيقي، واخرهم مثلا مسلسل زينهم من الناس قالوا ان هم بيحبوا يتفرجوا عليه. تختلفي او تتفقي على الجوده الانتاجيه او الجوده الفنيه للعمل بحكم ان احنا نقول لا اصله في مشكلات كذا، اصل ما كانش يبقى 30 حلقه، كلها تفاصيل، لكن في النهايه الشباب بيفرضوا نفسهم. كمان بدات تشوفي ده في السينما، الشباب الجداد بقوا موجودين بشكل كبير. احنا في حاله او في وقت فيه تيرنينج بوينت، تغيير وشيفت كده بيحصل، زي زمان اسماعيليه رايح جاي لما جه قلب المعادله للنجوم الشباب وقتها هنيدي واحمد السقا وكريم عبد العزيز والناس دي. دلوقتي كمان بيحصل ده، بيحصل بنسلم الرايه، النجوم الكبار دول خلاص يعني مش هيقدروا يعملوا الادوار بتاعت التين ايجرز مثلا او شباب الجامعه، ودلوقتي حالا بيحصل الشيفتنج ده. فاحنا بنشهد لحظه فارقه تاريخيه ما بين الشكل التقليدي للوسائط الفنيه يعني لل تكنولوجي او للشكل الاقرب للشباب.
المنصات كمان كانت يمكن كل الناس تقريبا بقت بتتفرج على المنصات، معظم الناس وخصوصا الشباب، ويمكن ده اللي بيخلي المواضيع اللي بتتناولها الاعمال اللي بتتعرض على المنصات بتهمهم بشكل كبير، بيستهدفوا الشباب. وعشان كده بتلاحظي ان المسلسلات الدراميه اللي بتتقدم على شاشه التلفزيون بتبقى مقدمه للست المصريه، لكن المسلسلات اللي بتقدم على المنصات بتكون مقدمه للشباب. عشان كده بتبقى فيها هامش الحريه اكتر، هامش الجراه اكتر، انتاجيا بتبقى اقل انتاجيا طبعا بسبب حكايه عدد الحلقات، وبسبب ان هي بطبيعه الحال ان هي ابطالها شباب، فبالتالي البادجت بتبقى قليله، اللوكيشنز بتبقى قليله. فبالتالي مثلا في مسلسل بلطو هتلاقيه داير في مستشفى، مسلسل زينهم داير في مستشفى، يعني كل اللوكيشنز تحسي انها محدوده شويه عشان ايه نلم الميزانيه. يعني دعاء شايفه ايه القصص اللي ما تمش يعني تناولها او اعطائها حقها في 2023 في الدراما؟ لا احنا لسه مفتقدين قوي العنصر التاريخي. صحيح شفنا رسالة الإمام، لكن طامحين وطامعين أكتر في إن احنا نروح لتاريخنا الفرعوني، نروح لتاريخنا الإسلامي. محتاجين ده جدا، الناس متعطشة لده، فأتوقع وأتعشم يعني إن احنا نروح للمنطقة دي. صعوبة الإنتاج التاريخي من وجهة نظرك إيه، وإيه اللي بيسبب إنه بيكون في قلة أو ندرة في الأعمال دي؟ هل إنه إنتاجها بيحتاج لمبالغ ضخمة جدا لتنفيذ هذه الأعمال؟ مش بس أنت كتابة، الكتابة عندنا أزمة فيها، أنت ما عندكيش عبد السلام أمين تاني اللي يكتب لك المنطقة التاريخية دي، ولا محفوظ عبد الرحمن، ولا في اسامي كبيره كانت ماسكه الملف التاريخي، كان قضيتها وكان همها الخاص. لكن دلوقتي الكتاب اغلبهم من اجيال حديثه، فبالتالي ما بيقروش في الكتاب في التاريخ بشكل كبير، فبالتالي مش من اهتماماتهم، فبالتالي الاوتبوت اللي هيخرج منهم هيخرج هزيل وضعيف. فبالتالي انت عندك ازمه كتابه، لان طبيعه الحال كل اناء ينضح بما فيه، فبما ان الكاتب مش دي اهتماماته فمش هتاخدي منه تاريخي. الحاجة التانية انتاجيا بقى مكلف بشكل كبير جدا، وللأسف احنا سايبين الساحة دي بقالنا كتير جدا، مسلمناها للدراما السورية لفترة، وبعدين حاليا الدراما التركية طاغية بشكل كبير جدا. الدراما التاريخية طب دعاء شفتي ازاي المعادلات الفنية في تحويل الروايات زي بين السماء والأرض نجيب محفوظ، وشفنا سيره الباتع يوسف إدريس، وتحويلها بشكل مشوق وجذاب للجمهور بشكل كبير، شفت التجارب دي ازاي؟ مضمونة العواقب، لان فكرة ان انا اخش المسلسل اصور وانا معايا 5 حلقات بس دي كانت كارثة. لكن فكرة ان انا اخد من الرواية، انا في النهاية واخدة بداية وسط ونهاية عارفة، فبالتالي بقى عندي الكاتب عين تانية بتشوف الحكاية من زاوية تانية، فبالتالي قيمة مضافة للعمل. فانا شايفة ان فكرة الرواية يا ريت، احنا كنا بنطالب ده بقالنا فترة طويلة، ان يا جماعة طالما عندنا ازمة في فكرة ان احنا يلا بينا نخش بسرعة ويلا بينا 5 حلقات واحنا مش عارفين نهاية العمل، وكل ممثل مش عارف دوره بيخلص امتى ولا تطوره فين، وده كله بيخل بالعملية الابداعية، فبالتالي لا نروح للروايات، ده مأمونة الجانب، بس يكون كمان في تقيد ان تبقى القيمه المضافه دي بتاعت الكاتب تبقى كمان بتثري العمل، مش بتاخد من رصيده اللي كان موجود عند الجمهور. فبالتالي يا ريت يعني لو اتعمل صح، وده حصل في حالات كتير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يا ريت طبعا نكمل فيه. دعاء من وجهه نظرك ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الدراما المصريه في بر الامان زي ما بيقولوا كده في 2024؟ المفروض نعمل ايه؟ انها تبقى ابديتنج، اتابع اللي بيحصل بره، لان ده المهم، لان انت في الاخر انت في عصر العولمه او العصر الجديد، زي ما كنا بنقعد نقول ان خلاص بقينا قريه واحده، اللي هيعجب الشباب بره هو هيعجبنا هنا في مصر. فبالتالي لو انا اتعزلت وفضلت اقدم شكل دراما نمطي وتقليدي وكذا، هيعزف عنه الجمهور. لازم اشوف بره وصلنا لايه عشان اعمل زيه بشكل كبير. انا لسه يعني متفرجه على اكتر من فيلم خليجي، يعني الصناعه الخارجيه بقت متطوره، الصناعه عندك في لبنان بتبتدي تقوم وعاملين اعمال كويسه. ليه؟ لان هم متاثرين جدا بالعالم بره بيقدموا ايه، بس بمنظورهم المحلي، قضايا محليه جدا بس بتتقدم بالفريم الغربي. فده اللي احنا بنطمح ليه، يعني ان الموضوعات تبقى ابديتنج اكتر بايه اللي بيحصل على مستوى الشارع وعلى مستوى الجمهور. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على التحليل الوافي لدراما 2023، الناقدة الفنية دعاء حلمي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده مستمرين في حلقتنا، خليكم في انتظار. ها
أهلا بحضراتكم من جديد، وإحنا بنتكلم عن حصاد 2023. فالحقيقة كل المصريين المتغربين وحقوقهم وواجباتهم كمان تجاه هذه البلد كان شيء مهم جدا إن إحنا نتكلم عنه. ويمكن طول الوقت كل المتغرب في بلد بيبقى ليه تطلعات معينة تكون موجودة في بلده، ودي الحقيقة حقوق. إزاي إن أنت تخلي المصريين في الخارج دول كنز تقدر الدولة تستفيد منهم، وهم كمان يكونوا حاسين بتمن لغربتهم دي، ليه أكيد غربة مر عليهم كلهم، وطول الوقت بيبقوا منتظرين اليوم اللي هيرجعوا فيه يعيشوا في مصر مستقرين، وما يبقوش عندهم المشاكل اللي هي يعني بعد الهجرة. علشان كده يمكن وزارة الهجرة دايما بتشتغل على الملف ده، واعتقد انه كان في مكتسبات كتير لصالح ابناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم في 2023، وقوانين كتير اتعملت، ويمكن كان حديث لكل المصريين بالخارج، والسوشيال ميديا حتى المصريين في الداخل كانوا متابعين ما يحدث. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا الملف وما تم في ملف المصريين في الخارج في 2023 من مكتسبات مع الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. اهلا بيك. يمكن زي ما بنقول كده دايما انه مساله المصريين في الخارج وقد ايه ده كنز ممكن الدوله تستثمره بكل يعني قطاعاته، علشان نقدر ان احنا هنا في مصر نستفيد من ابنائنا المهاجرين، وهم كمان يكونوا محققين اقصى استفاده من غربتهم دي. ايه ابرز المكتسبات من وجهه نظرك يعني اشتغلت عليها وزاره الهجره في 2023 لابناء مصر المقيمين بالخارج؟ تمام. خلينا الاول نهنيهم ونهني المصريين كلهم بالعام الجديد وبالعرس الانتخابي اللي كانوا هم بداية يعني الانطلاق فيه والتحفيز. صحيح. على المشاركة الإيجابية بقوة. خلينا برضو نقول ان بنعتبر عام 2023 عام المصريين في الخارج. كم الاستجابة لطلباتهم واللي تم تقديمه من خدمات كانوا هم بيطالبوا بيها على مدار سنوات كتيرة جدا بتكاتف من جهود الدولة وبجهود من سيادة الوزيرة سواء جندي ان هي تنسق مع كل الوزارات، وطبعا بتكليفات رئاسية وبتوجيهات قوية من دولة رئيس الوزراء اتعملت منظومة كاملة لخدمات المصريين في الخارج. وخلينا نقول ان عام 23 تم اطلاق العديد من المشروعات او المبادرات اللي بتحقق مكاسب كتير للمصريين في الخارج. انا كنا لسه بنتابع مع حضراتكم في البرنامج ان وزارة الخارجية بتعلن عن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري في الخارج، ودوت بيستفيد منه قطاع كبير جدا من المصريين في الخارج، وكان في مطالب بإعادة العمل بيها. كذلك المبادرة القائمة الخاصة بقانون تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج. يمكن التجنيد والعربيات دي كانت نقطتين فارقتين بالنسبة لكل الأسر اللي متغربين. عشرات السنين. صحيح. عشرات السنين بيطالبوا بيها، لكن بتكاتف الجهود حاليا تم تقديمها وبأفضل المزايا. يعني مبادرة استيراد السيارات ده كان حلم كبير للمصريين في الخارج في كافة الدول وخاصة دول الخليج. وخلينا نقول ان الموضوع لما بيتم بيبقى ليه تسلسل كبير جدا وجهود كتيرة. يعني المبادرة بتاعت السيارات والقانون حصل عام 22 وتم تعديله وتم بناء على طلبات برضو المصريين في الخارج واعتراضهم على بعض النقاط. بالظبط يا فندم. فعشان كده بنقول ان هو وهنا دي تفاعلي مرونة في السياسات، لانه انا في الحقيقة في النهاية عايزة احقق الهدف في انه انا عايز ادخل عملة صعبة للبلد والمصريين في الخارج مصدر لده، وفي نفس الوقت هم يستفيدوا ونيسر الامر عليهم. بالظبط يا فندم. وده بيوضح لنا ان بقى في اسلوب جديد، في تكامل وفي استجابة للمطالبات، ودايما في عرض على للمطالب وايجاد افضل الحلول لتلبيتها. مبادره استيراد السيارات حصل زي ما سيادتك اشرت ان في تعديل وتخفيضات تمت للمصريين اللي هم لا تنطبق عليهم الزيرو جمارك او اللي هي الاتفاقات الدوليه، وبالتالي وتعديل فئاتها. فده كان حلم كبير ولسه مكملين في تحقيقه فيما يتعلق في مبادرة استيراد السيارات. وخليني برضه أوضح لسيادتك إن أي مشاكل بتواجه المصريين في الخارج في الاستفادة من المبادرة، في لجنة قائمة وزارية وطبعا برئاسة وزير المالية
سيادة السفيرة وزيرة الهجرة وبكل الجهات اللي بتيسر أي مشكلة أو أي معوق أيا كان إجرائي أو تنفيذي بشكل مستمر وبشكل دائم. بيت الوطن كمان يمكن كانت من الحاجات اللي عملت ضجة كبيرة، لأنه أحس أنه أقدر أشتري وأشتري في حتت كويسة وبأسعار كويسة، ويمكن الناس لما بتسافر كمان بيبقى معظمهم لسه ما اشتراش بيوت. تمام، بيت الوطن طبعا ده مشروع كبير ومن فترة طويلة قائم، بس احنا بنتكلم في المرحلة الثامنة وعرض أكتر من ميزة للمصريين في الخارج في بيت الوطن، بجانب ان احنا لازم نشير لأي مشاكل أيا كانت بتواجههم في الاستفادة من المشروع دوت. فبالتعاون مع وزارة الإسكان بيتم تذليل كل المعوقات والاستجابة للطلبات. خلينا نقول كمان في موضوع بيت الوطن كان في برضو مطالبات سيادة الوزيرة، سواء في اللقاءات الافتراضية مع المصريين في الخارج أو في الزيارات الفعلية، بيتم طلب مثلا أن محتاجين طرح وحدات في مدن ساحلية أو في المدن الجديدة، فبيتم الاستجابة ليها. وطبعا الدفع بالدولار او بالشروط اللي هي بتاعه المشروع بيحقق برضو عائد للدوله وبيحقق الاستفاده للمطالب بتاعه المصريين في الخارج وفقا لاحتياجاتهم. فلما بيطالبوا باراضي او بيطالبوا بان يبقى في اراضي لمشروعات سكنيه او تجاريه فبيتم الاستجابه ليها. دكتور صابر، كمان مسألة فصل العامل الدراسي لامتحانات الولاد اللي هي فصلين برضو، أعتقد دي كانت حاجة تهم كل البيوت يعني. تمام، هو طبعا ملف التعليم ملف قوي جدا، وخلينا نشير أن كان مؤتمر المصريين في الخارج اللي تم عقده في نهاية يوليو العام الحالي اللي هو المؤتمر الرابع أو النسخة الرابعة من هذا المؤتمر، كان أكبر تجمع للمصريين في الخارج، أكتر من 1000 مشارك سواء فعلي أو افتراضي في جلسات المؤتمر، وكان بمشاركة دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللي أعلن كان في المؤتمر ده خلينا نقول بيتم عرض المطالب والاستجابة ليها من السادة الوزراء اللي هم المعنيين، وكان من أهم المطالب ما يتعلق ب أبنائنا في الخارج والدارسين في المدارس المصر المصري، وكان في استجابة من الدكتور رضا فيه. أعتقد كمان كان في مطالبات بأنه يبقى في مزيد من التوسع في زيادة عدد المدارس وخصوصا في الدول اللي هو متواجد فيها المصريين بكثافة، وده من أهم الملفات اللي بالفعل تم الاستجابة ليها. وفي مزيد يعني بالنسبة لهم، خصوصا برضو عندنا يعني لو في نفس المسار بالنسبة للطلبة، كان في دور قوي جدا لوزارة الهجرة وتواصل من سيادة الوزيرة مع كل المعنيين فيما يخص الطلبة المصريين العائدين من مناطق النزاع زي أزمة روسيا وأوكرانيا أو من السودان. فكان في تعاون مع وزارة التعليم العالي في ان ازاي ان احنا يبقى في إدارة للأزمة اولا بره، وثانيا في حالة عودتهم ازاي يتوفر لهم اماكن في الجامعات المصرية وفقا للتخصصات بتاعتهم، في منظومة متكاملة لاي شأن يخص المصريين في الخارج. وخلينا نقول يمكن اغلب الوزارات بيبقى ليها مجال عمل محدد ممكن تتعاون مع كل الوزارات في مجال عملها أو في الملف بتاعها، إنما وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مجال عملها بيشمل كل الوزارات في صحيح. كل المجالات، وبتحاول إن هي تلبي مطالب المصريين في الخارج مع اختلاف فئاتهم أو طبيعة تواجدهم في الخارج. لأن الدور يا دكتور صابر لو احنا بنتكلم المسألة مش بس هنا، الدور اللي احنا الناس كلها فاهمة انه هم مصدر للعملة الصعبة للبلد بالتأكيد ده دور مهم، لكن هي الفكرة انه استمرارية العمالة دي في دورها تحفيزهم حل مشاكلهم انه نشوف مطالبهم، اعتقد ده الدور الأهم والأبرز. تمام، وده اللي بيتم وضع الحلول ليه بشكل مستدام. يعني ما بنتكلمش على حلول مؤقتة أو لمطالب فئوية، لا بنتكلم على وضع حلول في منظومة متكاملة لدعم المصريين في الخارج والاستفادة منهم وإفادتهم. المصريين في الخارج عندنا
في كم الأكبر من اللي هم العاملين في الخارج، لكن في برضو مجموعة أخرى من المستثمرين ومجموعة من العلماء ومجموعة من الشباب، وكذلك عندنا أولادنا اللي هم الجيل الثاني والثالث من الأطفال. كل فئة ليها الاحتياجات بتاعتها وليها البرامج اللي بتوجه ليهم. ففي منظومة متكاملة. يمكن خلينا نشير، مدام النهاردة بنتكلم على الحصاد، كان من أكتر المطالب للمصريين في الخارج أن يبقى فيه شركة للمصريين في الخارج، اللي هي تبقى منهم هم اللي ينشؤوها كمستثمرين، وتبقى محفز لكل المصريين في الخارج أن هم يساهموا في استثماراتها. سيادة الوزيرة، كان في تواصل مع مجموعة من كبار المستثمرين المصريين اللي ليهم استثمارات في الخارج وفي داخل مصر، وكان هم مجموعة النواة، 10 من المستثمرين اللي بالفعل تم يعني اتخاذ كل الخطوات لتسجيل الشركة دي. وخلينا نقول عشان نوصل لمرحلة ان الشركة تبقى كيان قائم، على مدار أكتر من عام كان في تنسيق مع كل الوزارات المعنية، هم عايزين هيستثمروا في مجالات إيه. كان في تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، كان في مع الصناعة، مع قطاع الأعمال، مع الزراعة، مع السياحة، مع كل الوزارات المعنية والجهات المعنية، عشان نوصل في النهاية إيه أفضل شكل تخرج بيه هذه الشركة، وإزاي إن هي تكون مصدر ثقة لكل المصريين بكل فئاتهم، ما تبقاش المستثمرين كبار فقط، لكن يكون ليها صناديق استثمارية تابعة، يقدر المصريين في الخارج أيا كان حجم الاستثمار اللي هو عايز يستثمر فيه متاح ليه. وما تبقاش الدولة هي اللي بتدير الشركة، لا، يبقوا المستثمرين الموثوق فيهم اللي هم من كل أنحاء العالم، والمجال مفتوح للمشاركة للجميع، لأن هم أنشوها كشركة خاصة، وبالتالي الدولة إحنا خلينا نقول ظهير داعم ليهم، بنيسر ليهم أي إجراءات. وكان في ليهم لقاء مع دولة رئيس الوزراء، وفي توجيه بتيسير الأمور للشركة دي عشان تحفز عليها. يمكن دايما بيكون حديثهم عن شوية مطالب في سرعة الإجراءات، لأنه بيبقى الناس شوية بتشتكي من بطء الإجراءات، يمكن ربما معرفش ايه بتبقى المشكله فين. بس مثلا زي قانون استيراد العربيات حصل عليه شويه لغط في الاول، برضو قانون التجنيد هنتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن مساله يعني انجاز القوانين دي لخدمه المصريين في الخارج. دكتور صابر سليمان مساعد وزيره الهجره، نروح لفاصل ونرجع ومستمرين في حديثنا عن المصريين في الخارج وكل مكتسبات المصريين في الخارج في 2023، والملفات كمان اللي بتشتغل عليها وزارة الهجرة ل 2024. فاصل ونرجع نكمل الكلام. لسه بنتكلم عن ملف المصريين في الخارج وطلبات المصريين في الخارج في 2024، وزي وزارة الهجرة بتشتغل على هذا الملف، مع الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي. بنرجع لحضرتك يا دكتور، ويمكن في تطوير مستمر في وزارة الهجرة، لكن كمان في طلبات مستمرة للمصريين في الخارج، وهي حقوقهم بشكل طبعا صريح يعني، ويمكن في حاجات منهم متأخرت، ومسألة أنه مثلا يبقى في حد عايز يرجع يجدد أجازته، وقد إيه ده بياخد معاه وقته، وممكن يكون بيضيع أجازته، هو مثلا عايز يستمتع بالأجازة في أي حاجة تانية غير أنه يجي يجدد ورقه. هل إحنا شغالين على حاجة تغير هذا الأمر؟ تمام، يمكن حضرتك يعني نقول إن دي من الحاجات اللي أوريدي سيادة الوزيرة كانت أشارت إن في خبر هيبقى كويس للمصريين في الخارج في 24، وبإذن الله الملف دوت بيتم التعامل معاه دلوقتي، ازاي نتيح الخدمه دي للمصريين في الخارج، سواء تجديد الاعارات او تجديد الاجازات او حتى تصاريح العمل للمرافقين للزوج او الزوجه من الخارج، وازاي برضو يتوجد لها اليه الكترونيه تتناسب مع طبيعه وجودهم خارج مصر، وان هو يستفيد من الخدمه بشكل كامل في الخارج، وحتى ان ازاي حتى توصل له الاوراق الثبوتيه او الشهادات في الخارج. ف احنا بنتحدث عن الرقمنه، فما ينفعش يكون المصريين بالزبط في الخارج بعيد عن هذه الرقمنه يعني. عشان كده بنقول ان بيحصل تكامل في الجهود، ازاي ان يتم يمكن لو حضرتك اشرتي على حته تاخير الوقت، اي اجراء بيتم لازم، مش هنقول ان هو يتم دراسته بشكل متكامل، بس نشوف افضل اليه لتطبيقه،
والآليات دي بتاخد وقت لتنفيذها. يعني لو رجعنا لمبادرة السيارات، هو احنا اصلا متأخرين في الموضوع ده احنا، فطبعا يعني ناس يعني بكل تأكيد لو احنا مكانهم حاسين بيهم، يعني ان واحد اجازته كلها بتضيع عشان بيجدد ورقتين، لا 2024 مش هينفع فيها الكلام. خلينا نقول ان زي ما قلنا ان سنة 23 كان فيها اكبر كم من تلبية المطالب وتقديم الخدمات للمصريين في الخارج بشكل غير مسبوق. سنة 24 مكملين على هذا المنوال وبحلول متكاملة. يعني المبادرة لما بنطلق عليها مبادرة هي عشان هي بادرة من نوعها، مش ان هي حاجة بسيطة او يعني لما اعمل تطبيق الكتروني ويكون مؤمن ومتكامل تطبيق الكتروني للمصريين في الخارج باذن الله. طبعا احنا في الخدمات اللي هتكون موجودة جميل على التطبيق. تطبيق المصريين في الخارج، وسيادة الوزيرة مع السيد الدكتور يعني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان في بيننا بروتوكول تعاون قائم، وبيتم دلوقتي الانتهاء من اعداد تطبيق المصريين في الخارج يكون نافذه لكل الخدمات والمحفزات القائمه والجديده للمصريين في الخارج، بحيث ان تطبيق المصريين في الخارج سواء على الموبايل بيبقى موجود عليه كل الخدمات، سواء ان هو خدمات خاصة بالتجنيد، خدمات خاصة بالمبادرات زي السيارات او الشهادات الدولارية المطروحة من البنوك الوطنية بالعقد الدولاري المتميز، او كمان ان يبقى فيه ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات، ما يتعلق بالوثائق المطلقة ليهم زي معاشك بالدولار، يبقى كل خدماتهم موجودة في مكان واحد ويبقى يقدر يستفيد منها، وفي ربط مع البنوك او الشركات انه يقدر بعد كده يفتح حساباته ويبقى كل ما يحتاجه المصري في الخارج موجود على تطبيق المصريين في الخارج. وبرده من الحاجات اللي جاري التعاون بشانها برده استجابه لمطالبهم، ان المصريين بره بيقولوا محتاجين نشتري المنتجات التراثيه او اليدويه المصريه اللي هي متميزه جدا، ويكون متاح شرائها الكتروني وتوصل لهم بره بشكل آمن وفي وقت سريع. وده كان في تعاون قائم مع وزارة التنمية المحلية، عندهم مشروع أيادي مصر إزاي إن هو يبقى متاح، وكذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي في المنتجات التراثية من كل المحافظات، كذلك إزاي نتح لهم يشتروا أجهزة أو متطلباتهم أو متطلبات تجهيز أبنائهم في الداخل يشتروها من الخارج وتوصل لهم هنا. أي شاغل المصريين في الخارج أو أي طلب ليهم مهما كان بسيط بيكون محل اهتمام وتنسيق مع كل الوزارات أو الجهات. وفي دلوقتي تعاون مع البريد المصري إن إزاي برضو البريد المصري يبقى موجود على التطبيق، وسيادة الوزيرة أعلنت إن هو يبقى بداية التعاون برضو استجابة لطلباتهم توصيل الأوراق الثبوتية زي الجواز السفر أو الرقم القومي ليهم بشكل سريع، بالتعاون طبعا مع وزارة الخارجية وزارة الداخلية وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج. فأيا كان المطلب للمصريين في الخارج بيتم بحثه بشكل سريع جدا، نحط آلية مستدامة ومتكاملة لتنفيذه، ويبقى تطبيق المصريين في الخارج هو النافذة اللي بتربط المصري في الخارج بوطنه الأم. أعتقد ده يعني هيكون مكتسب مهم جدا للمصريين في الخارج لما يتم تنفيذه بالشكل المطلوب. بالظبط. ويعني أعتقد كمان مسألة أن تكون كل الخدمات موجودة على تطبيق ده شيء مهم جدا أن احنا نشوفه بيتنفذ إن شاء الله في 2024. كل سنة وحضرتك بخير، وبشكرك شكرا جزيلا دكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا يا فندم. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، و2023 بتخلص، العام الصعب ده والسنة اللي ما كانتش سهلة على الناس كلها، وعلى الناحية التانية من الحياة التقيلة اللي احنا عشناها كلنا في 2023 لازم كلنا نفضل ندور على مساحات مليانة أحلام وأفكار وأمال تخلينا كلنا قادرين ان احنا نستمر. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب عام جديد يحمل الخير والسلام للشعب المصري وللأمة كلها يا رب، العربية والإسلامية وللعالم أجمع، عام بإذن الله يملأه السلام. يمكن ده يعني الحلم اللي الناس كلها بتنتظر أنه يتحقق في 2024، أن احنا نشوف سلام ورحمة أكتر تحوطنا جميعا. دايما أشوفكم على ألف خير.